يستطيع أن يمنع به نفسه عن المعاصي كلنا لنا شهوات كلنا تدعونا أنفسنا إلى النظر الحرام إلى السمع الحرام الى النوم عن الصلوات، الى اكل الربا، الى اقامه علاقات محرمه بالنساء او تدعو النساء ايضا الى اقامتها مع الرجال، لكن من من هو الرابح؟ هو الذي يستطيع ان يصبر نفسه كما قال اصبر لمر حوادث الدهر فلا تحمدن مغبه الصبر وامهد لنفسك قبل ميتتها واذخر ليوم تفاضل الذخر فكان اهلك قد دعوك فلم تسمع وانت محشرج الصدر وكانهم قد هيئوك بما يتهيأ الهلك من العطر و وكانهم قد قلبوك على ظهر السرير وظلمه القبر يا ليت شعري كيف انت على ظهر السرير وانت لا تدري ام ليت شعري كيف انت اذا غسلت بالكافور والسدر ام ليت شعري كيف انت اذا وضع الحساب صبيحه الحشر ما حجتك فيما اتيت وما قولك لربك بل وما العذر الا تكون اخذت عذرك او اقبلت ما استدبرت من امري وقول ربي من ذلك اعلى واجل فإن الله تعالى يقول لأهل الجنة يوم القيامة سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار إذا هم صبروا في الدنيا سبحان الله صبروا على ماذا قد لا يكون ضرب بسياط فصبر عليها قد لا يكون عذب في الصحراء فصبر عليها قد لا يكون سجن فصبر على السجن لا لكنه صبر يرى الناس كلهم يشربون خمر وهو امسك نفسه اذا صبر صبر يرى الناس كلهم يتابعون مسلسل الذي فيه امراه تضحك وامراه ترقص وامراه تغني وامراه تقبل رجلا وهو قد مسك نفسه عن هذا الحرام اذا هو صبر صبر لما راى الناس او اكثر الناس ياكلون الربا وهو لا ياكل يقعون في المخدرات وهو لا يقع يشربون الخمر وهو لا يشرب يقعون في الفاحشه وهو لا يقع عندها يجعل الله تعالى هذا العبد من الصابرين